بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تجميع الأسماء بدون دوال بعيدا عن التعقيدات سريعا للغاية. مش هنستخدم دوال، هنستخدم أداة AND. عندي مجموعة من الأسماء، الأسماء دي تصل إلى آلاف السجلات اللي عندي، آلاف الصفوف، فعاوز أجمعها كلها سريعا كده. هكتب يساوي وهشاور على الاسم الأول، وبعدين AND اللي هو شيفت مع سبعة من لوحة المفاتيح، وعلامتي تنصيص مسافة وعلامتي تنصيص، وبعدين AND أشاور على الخلية التانية وشيفت AND كمان مرة معايا وعلامتي تنصيص ومسافة وعلامتي تنصيص، وبعدين AND وأشاور على الخلية التالتة سريعا كده وAND كمان مرة، يعني جمع لي ده مع ده مع ده وبينهم مسافات وعلامتي تنصيص ومسافة وعلامتي تنصيص، وبعدين AND آخر خلية معانا، وبعدين اضغط انتر. سريعا خالص كده كتب لي إبراهيم محمود مرسي إبراهيم. هضغط على مقبض السحب ده دبل كليك، بس خلاص كده وصلنا للمطلوب في ثواني معدودة. لو عندك آلاف البيانات والصفوف خلاص احنا كده وصلنا للمطلوب وقمنا بتجميعها بعيدا عن أي تعقيدات ودوال وشغل وحركات وكلام من ده. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل شير للفيديوهات ولايك، ومنتظرين تعليقاتكم دائما على خير. شكرا لكم وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.